السلام عليكم. اليوم غنشوفو اكزرسيس 2 دائما في لو كورون اليكتريك كونتيني. اكزرسيس 1 ديجا كنا شفناه، اللي ما شافوش يشوف رابط اسفل الفيديو. الوغ نقرا لكم لي دوني. لا فيغور 50 ريبريزونت ليماج دو بور دو لامبريمتر. الوغ هذا واحد لامبريمتر، هذايا فوالا لامبريمتر. السؤال الاول كالكولي اي لانتونسيتي دو كورون ميزوري 2، ساشون كو لانتونسيتي دو كورون ميزوري اي ريست كونستانت et maintient la valeur précédente lors des changements de calibre, complétez le tableau suivant. هذا هو الطابلو. يعني نقل بانه علما ان حتشد التيار غادي تبقى دائما فيكس ثابته، ما كتغيرش واخا كنبدلوا هذا الكاليبر، كتبقى دائما فيكس. خصنا نعمروا الطابلو هذا. الطابلو شنو فيه؟ فيه الكاليبر، كاين هنا هذا 0.3 امبير و 0.5 و 1 امبير، وهنايا الغرادياسيون يعني التدريجات. انا خصنا نعمر مثلا اذا كانت مثلا الكاليبر هو 0.3 امبير، شحال غتكون غرادياسيون يعني هاد الكوي فين غتوقف؟ وديجا هو عاطيني اذا كان الكاليبر هو 0.5 غتوقف في 42. ونعمر هنايا لانتوسيتي دي كورون لا تكون ليبر فيكس، بحال هنا بحال هنا بحال هنا كونستونت. فوالا 3، كيلي لو ميور كاليبر بور ميزوري اي؟ اشنا هو احسن عيار اللي نقدر نستعملو باش نميزوري لو كورون؟ 4، l'appareil est de classe 2. Déterminer la valeur de l'incertitude absolue delta i. 5, déterminer la précision de mesure. Très bien. Alors, on va prendre le calculer i, l'intensité des courants mesurés. Qui fait qu'on calcule i? Je pense déjà qu'on a fait le exercice 1, mais on va essayer de faire le mesure. Alors, i, qu'est-ce que c'est n à la n0. هذه لا فورمول اي كتساوي سي ان على ان زيرو. قلنا اي هي لو كورون، سي الكاليبر، ان فين وقفت ليغوي، و ان زيرو هي التدريجه الاخرى. حاولوا تشوفوا الرابط اسفل الفيديو في اكزيسيس ان باش تستافدوا مزيان. الو قلنا سي هي 0.5 امبير، منين جبتها؟ ها هي هذا هو الكاليبر، ها هو هاد لافيليش كاين في 0.5. كون مثلا كاين هنايا نقولوا 0.3، كون هنايا نقولوا 1. الوغ هنايا سي هو 0.5 فوا ان، كنشوف ليكوي في وقفت دي برا في وقفت هنايا في 42، غنكتب هنايا 42. الوغ ان ايكال 42، ان زيرو ملي كنجيبها كنشوف اخر تدريجه، اخر الاخر كاع هي 100. فوالا نكتب هنايا 100، ودابا كنحسب هذا كيعطيني شحال 0.21 امبير. تخي بيان. دابا نشوفو كيستيون 2. Sachant que l'intensité des courants mesurés y reste constante et maintient la valeur précédente lors du changement de calibre, complétez le tableau suivant. Au bout de la le courant a constante, mais il ne se passe pas. Il ne ou pas. Ou alors, on a le courant qui est 0,21 ampères. Alors, on a 0,21, on a 0,21, on a 0,21. Et nous avons besoin de هاد الفلاش هذا، واخا نبدلو 1 امبير ولا 0.3 غيبقى دائما 0.21 امبير، ما عادش تبدل. هادي راه لوجيك. دابا بقات ليا اذا كان في هاد الكاليبر 0.3 امبير وكان لاندوسيتي هي 0.21، شحال غتكون غرادياسيون يعني هاد ليكوي فين غتوقف؟ يعني دابا هذا هو لامبيرمتر، هادي لاباغي، انا فيكسيت الكاليبر هنا في 0.5. دابا الى هاد الفليش حولته لهنا، هاد اللي بغات نحالف عندي فيا فين غتوقف؟ واش غتوقف هنا ولا غتوقف هنا؟ الطريقه هي هذه. كنستعمل اي كتساوي سي ان على ان زيرو. ملي كنبغي نعرف غرادياسيون بحال كيقول لي حسب لي شكون هي ان. دابا عندي اي وعندي سي وعندي ان زيرو، شكون هي ان؟ غتقول لي وهي 42. لا، هذه 42 ديال اذا كانت 0.5، اذا كانت 0.5 كتوقف لي في 42. دابا الى هذا حولته 0.3 فين غتوقف؟ الوغ باش نحسب غادي نقول ان هي عندنا هي اي، ملي كنخرج ان هنا الى هذا خرجتها، اذا كانت اي كتساوي سي في ان على ان 0، ان غتجي هنايا تولي هي اي في ان 0 على سي، ياك؟ تخي بيان. الوغ نعوض، اي عندي هي 0.21 ديجا حسبتها، ها هي ان 0 عندي هي 100، ملي جبتها هي هادي. سي هي 0.3 ها هي. تقول لي مثلا علاش حنا عندنا في 0.5؟ دابا كنحسب في 0.3، صافي. دابا سي كتساوي 0.3 امبير، هذه اللي حسبتها كتعطيني شحال؟ 70. غنكتب هنايا 70،
فوالا الوغ هذا شنو كيعني؟ ان هذا الى حولته لهنا يعني استعملت مثلا الكاذبه هو 0 طوا راه هاد ليكوي عاد زيد ديال هنا غتوقف في 70 بنفس الطريقه غادي نحسبوا ان في 1 امبير يعني اذا هذا حولته لنا 1 امبير هذه فين غتمشي ديما الطريقه هي هذه اي كتساوي السيف ان على ان 0 ونخرج ان شكون هي ان ان هي اي فوا ان 0 على سي وكنعوض اي عندي هو 0 بطيئة ان 0 هي 100 وهنايا سي هو هي 1 حيت حنا قلنا عاد نفيكسيو هذا ان امبير هذا علاش تتني هي 1 الوغ غادي نحسب فيك تعطيني شحال 21 بالتالي هذا الكوي حتى جا اللور غتوقف ليا 21 نكتب هنايا 21 تري بيان دابا كيستيون 3 شنو هو كيلي لو ميور كاليبر بور ميزوري اي يعني شنو هو احسن كاليبر اللي نستعملو هنايا باش نميزوري اي واش 03 واش 05 واش 1 فيها خصني نفيكسي هاد الفليش في لاباري ديالي باش نحسب هاد الاي القاعده واضحه كنقولوا توجور اون شوازير لا ميزور كي دون لا بلي غون ديفياسيون دو ليغوي ملي يكون عندي هنايا هاد الطابلو بحال هكذا كنشوف فين كاينه اكبر ديفياسيون هاد 70 هي الكبيره كنمشي لغرادياسيون 70 هي الكبيره الوغ غادي نختار 70 اذا مثلا ما عطيك مثلا هاد الطابلو ما كاينش وقال لكم هذا السؤال مثلا قال لكم فيه خصني شنو هو احسن كاليبر نستعملو كنشوف انا الكورون اللي عندي شحال خرج ليا 0.21 امبير غنشوف شكون في هادوما هي اقرب واحد 0.21 ويكون كبر منه صافي يعني اقرب واحد 0.21 ويكون كبر منه شكون هو 0.3 الوغ باش نشوازي 0.3 امبير الوغ هنايا ميور كاليبر بور ميزوري اي هي 0.3 امبير فوالا On choisit le calibre 0,3 ampère. Question 4. L'appareil est de classe 2. Déterminer la valeur de l'incertitude absolue delta I. On a tout l'appareil a la classe. Et la classe tout le monde est que l'appareil a une qualité grande. Très bien. Déterminer la valeur de l'incertitude absolue delta i. Déjà, dans la de l'incertitude absolue, il y a un peu de chata. Il y a un appareil qui a un peu de chata. Delta i, il y a un delta i qui est x fois c à la mienne. Ça, c'est x. Qui est déjà à la classe. X est la classe. X, l'appareil est de classe 2. Et x est égal à 2. C, qui est déjà à vous, il y a 0,5 ampères. Donc, comme la son. صافي مباشره هي جوج 0.5 هو 0 سي هو 0.5 على 100 ايتيغال 0.01 امبير فوالا دابا كيستيون 5 ديتيرميني لا بريسيزيون دو ميزور يعني خصنا نحسبوا يعني الدقه ديال هذا القياس اللي عندنا شنو كنستعمل هنا لا بريسيزيون دو ميزور شنو هي هي الدلتا اي على اي اي كيكون ديجا عندي والدلتا اي ديجا حسبتها كنعوض مباشره ديلتا اي عندي هي 0.01 امبير اي ديجا حسبتها هي 0.21 امبير الوغ دير الكالكول ديالي ابليكاسيون نيميريك هي 0.01 على 0.21 هذه هي 0.047 وهذه من الاحسن كنحولها للبورسونتاج يعني كنضربها في 100 باش كتعطيني هي 4.7% هذه منين جبتها هذه ضربتها في 100 عطاتني 4.7% تري بيان ولكن دابا مازال ما كملش فين هو يعني لا بريسيزيون دو ميزيور الوغ اذا اي هنا شنو كيساوي هذاك يعني ان اي كنخرج ليا هو 0.21 امبير زائد او ناقص 0.01 هذا شنو كيعني ان هاد 0.01 امبير ماشي اكزاكت قد تكون زايده ب 0.01 قد تكون ناقصه ب 0.01 فديبون نحسب هذاك لاباري ان اللي شريته او قد نكتب مثلا بهذا الشكل هذا يعني اي محصوره باش بين هاد اي ميزوري ناقص دلتا اي وبين هاد ام ميزوري بلس دلتا اي دلتا اي هي اللي حسبناها 0.01 هذه الا نعوض هنايا نعوض يعني ام محصوره بين هاد اي ميزوري اللي حسبناها هي 0.21 وهاد دلتا اي هي 0.01 وهنا هنا نقصت هنا كنزيدها نحسبها يعني بحال نقول اي محصوره بين 0.2 امبير وبين 0.22 امبير يعني اكزاكت مثلا لانتونسيتي اكزاكت هي هذه
هذه ناقصه ليا هي هذه، وهذه زائده ليا هي هذه. الوغ هنا كنكونو كملنا هذا ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 1 ديجا شفناه، حتى رابط غادي في هذا الفيديو. دابا نخليكم مع ليكزارسيس 3. السلام عليكم.